يقعد وقته. الو؟ ايوه صبر. الست وصلت يا صبر. طيب طيب. روح انت صبر وفوت عليا الساعة 8 الصبح. تصبح على خير. ازاي تبعت صبري يتجسس عليا؟ انا بعت وراكي لاني كنت خايف عليكي. ما عندكيش فكره حالتك كانت ايه وانت خارجه؟ طبعا قال لك انا كنت فين. وما قلتليش ليه عشان كنت اروح معاكي للدكتور. كنت هتيجي؟ حقيقي؟ طب افتكري كويس، هتلاقيني قلتلك الكلام ده اكتر من 10 مرات. قال لك ايه الدكتور زهدي؟ قال لك ايه الدكتور يا عايده؟ عايز تعرف ايه توفيق؟ عايز اعرف الدكتور قال لك ايه؟ اللي عايز اعرفه بالظبط الدكتور قال لك ايه؟ عايز تعرف الدكتور قال لي ايه ولا انا قلت له ايه؟ لانه يجوز يكون تشخيص غلط او فيه مبالغه. ما انا كمان عايز اطمن. ما كنتيش هتقولي لي هنزل اتصل بيه. عايده حبيبتي، ما تحاولش تعرف مني حاجه. اذا كنت عايز تعرف قال لي ايه روح له هو يقول لك. الو دكتور زهدي محمود، مساء الخير. انا توفيق حسن. الله يخليك. لا والله الحقيقه بقالي مده ما رحتش النادي. بقول ايه، اقدر اعرف حاله مراتي ايه بالظبط؟ دي مساله مش ممكن تتقال في التليفون يا توفيق بيه. يا ريت سيادتك تعدي عليها بكره شويه. بلاش بكرة، أي وقت. يا ريت يا دكتور تقبل دعوتي دلوقتي. أيوة دلوقتي. أرجوك يا دكتور لحسن، هي مش راضية تتكلم والحقيقة أنا قلقان عليها قوي. لا متأخر ولا حاجة، على الأقل تشاركنا في عيد جوازنا. الله يبارك فيك، مع السلامة. ليه مش عايزه تقولي لي الدكتور قال لك ايه؟ هو مش جاي؟ اساله. هطلع غير.